بالنسبة للتثاؤب، نعم التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن. التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، فعلى الأخت أن تدفع التثاؤب قدر المستطاع، يعني أن تدفع التثاؤب وأن تضع يدها على فمها وأن تدفعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وعليها أيضا يعني عند بعض أهل العلم من قال يعني عليها أن تكثر من الاستعاذة لأنه من الشيطان، تكثر من الاستعاذة.